بسم الله الرحمن الرحيم، موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. أصدرت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء اليوم حكما بإعدام 4 من المختطفين المحتجزين في سجون الميليشيات. وحسب المحامي عبد المجيد صبرا المتخصص بمتابعة قضايا المختطفين لدى الميليشيات، أن المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشعبتها الاستئنافية أيدت حكما ابتدائيا سابقا قضى بالإعدام تعزيرا بحق 4 من المختطفين لدى الجماعة بتهمة التخابر وإعانة العدوان. وحسب المحامي صبرا فإن 4 الذين قضت المحكمة الخاضعة للحوثيين بإعدامهم هم محمد هادي ظافر وعلي محمد علي الحسيني وأحمد ضيف الله الحمزي وعبد المجيد عبد الحميد محمد علوس. عبر التجمع اليمني الإصلاح بمحافظة تعز عن رفضه وإدانته لأي تناولات إعلامية تمس دولة رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك. وقال إصلاح تعز في بلاغ صحفي إن رئيس الوزراء يعمل في ظروف صعبة ويبذل الجهود لاستعادة التعافي الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة. وأضاف تعز تثق أنه سيقدم الكثير لهذه المحافظة المحاصرة الحاملة لمشروع الدولة والجمهورية وبقية محافظات اليمن بإدراك لحجم التحديات وأهمية توحيد الصفوف وحشد الجهود حول مشروع التحرير واستعادة الدولة. كشفت مصادر عسكرية أن حصيلة اعتداءات ميليشيات الحوثي على مواقع الجيش أسفرت عن استشهاد جندي في لجنة الارتباط وإصابة 3 آخرين بقذيفة أطلقتها الميليشيات على موقع لنقطة ارتباط في كيلو 13، كما قنصت عناصر ميليشيات أحد ضباط الارتباط المسؤول عن إمداد وتموين نقطة بالقرب من موقع سيتي ماكس، وأصيب أحد الأفراد بقرية منظر وحالته حرجة. وأكدت الأنباء عن مغادرة عدد من جنود الارتباط بسبب استهداف الحوثي لنقاطهم. هذا وكانت البعثة الدولية لدعم اتفاقية الحديدة دعت لعقد لقاء مشترك بين الفريق الحكومي وفريق ميليشيات الحوثي خلال الأيام القادمة على متن سفينة أممية قرب شواطئ مدينة الحديدة. قالت مصادر محلية بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة اليوم بأن ميليشيات الحوثي قصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مناطق سكنية شرق وجنوب المديرية، محدثة حالة من الهلع والرعب في صفوف السكان. وأضافت هذه المصادر بأن القصف تسبب كذلك بحرائق في أشجار النخيل، كما قصفت ميليشيات مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الدبابات والهاون شرق وغرب مديرية الدريهمي. ويأتي هذا التصعيد الحوثي الخطير في مختلف مديريات ومناطق جنوب الحديدة بالتزامن مع دعوات أممية للتهدئة. أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا جديدا في مديرية الحشا غربي محافظة الضالع، وتمكنت قوات الجيش من تحرير منطقة حبيل يحيى في جبهة بتار شرقي مديرية الحشا عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي لاذت بالفرار. وأسفر الهجوم عن مصرع 14 عنصرا في صفوف الميليشيا الحوثية وجرح آخرين وتدمير عربتين تابعتين لها. استشهدت امرأة وأصيبت 2 أخريات بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الإنقلابية في قرية هجار شمال قعطبة بمحافظة الضالع. وقالت مصادر محلية إن لغما أرضيا تسبب في مقتل امرأة تبلغ من العمر 25 عاما وتمزيق جسدها، فيما أصيبت 2 أخريات بينماهن في طريقهن إلى الوادي في سلة هجار القريبة من باب غلق. وجرى نقل المصابتين إلى مستشفيات الضالع لتلقي العلاج، فيما جرى دفن ما تبقى من جثمان المرأة في مدينة قعطبة. سجلت الجهة الطبية في محافظة إب وفاة شخص يشتبه إصابته بوباء إنفلونزا الخنازير، وتعد هي حالة الوفاة الأولى في المحافظة منذ معاودة ظهور الوباء وتسجيل عدد من الإصابات. وقال مصدر طبي في مدينة إب إن المواطن محمد قائد علي محسن توفي متأثرا بمرض يشتبه أنه مرض إنفلونزا الخنازير H1N1، وهي أول حالة وفاة يشتبه أنها ناتجة عن إنفلونزا الخنازير. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.